كل اللي اقدر افتكره عن رمضان وجودي في بيت ابويا وامي الله يرحمهم، وده خلاني عايزه، مش عايزه اقول كلام كتير قد ما اقول انه رمضان شهر اللمه، واللمه دي خير كبير وبركه كبيره، وما يعرفش قيمتها الا اللي اتحرم منها، اللي بيقعد على الفطار لوحده. لوحده دي وحشه قوي. اسالوا في عيلتكم مين يتيم، مين ما عندوش ام، مين ما عندوش اب، او ما عندوش الاثنين، وخدوا بخاطرهم، ده جبر خاطر وهتفرق معاهم كتير قوي. هي دي اللمه اللي نقصدها في شهر رمضان، مش كتر الاكل وكتر العزايم، وانه عشان سلفتي عزمت يبقى انا لازم ارد العزومه باحسن منها، وهي عملت قد كذا على الاكل يبقى لازم انا اعمل اكتر. احنا مش في سباق مين بيعلي على التاني ومين بيزيد على التاني، احنا في سباق في الخير، احنا بنجري كلنا، وهي النهاية واحدة لينا كلنا، فعلينا ان احنا نجري في الخير وندور حوالينا على مين محتاج، حتى لو كان كلمة، حتى لو كان جبر خاطر. الناس مش محتاجة اللقمة قد ما محتاجة الطبطبة، محتاجة الدفى ولمة العيلة. شوفوا مين في عيلتكم يتيم او ناقصه حد او قاعد لوحده ويفطر، اوعوا تسيبوه يمد ايده على لقمة لوحده، يا هو في بيتكم يا انتوا في بيته، من باب اولى. اللي ليه بقى اب وام وقاعد يفطر مع مراته وعياله، سأل أبوه وأمه بيفطروا ازاي ولا مع مين، ولا حتى عندهم أكل ولا لأ. وست الكل اللي قاعدة في وسط عيالها وبيتها وعازمة حبيبتها وصاحبتها وسلفتها وجارتها، أمك وأبوكي فين؟ عندهم فطار ولا لأ؟ اسألي عليهم وخليهم يجوا يفطروا معاكي، أو لأكتر أدب يعني خدي أنتي أكلك وخدي عيالك وجوزك إن قدرتي، ما تغصبيش عليه، الحاجات دي ما بتتعملش غصب، وروحي انت افطاري معاهم يوم واثنين وثلاثة واربعة، وربنا يا رب يكتر من الرزق. والرزق في رمضان هو ان ربنا يدلك على الخير تعمله، ويدلك على التسامح تعمله، ويدلك على جبر الخاطر تعمله، ده كده يبقى ربنا راضي عنك. رمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم.